يا دينا، ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم في انا والناس، ولسه معايا في الاستوديو دينا ومعايا كمان الشيخ احمد صبري احد علماء الازهر. وقفنا عند حكم المجتمع على الناس. انا شفت دلوقتي واحده قدامي في كباريه بترقص، هتعامل معاها ازاي؟ هتعامل معاها انها راقصه. حكم المجتمع على اي حد بيعمل اي حاجه غلط او من وجهه نظره انها غلط بيبقى حكم قاسي جدا، ممكن هو ما بيعرفش يعيش حياته بعد كده بطريقه طبيعيه. فهل المجتمع هنا مجرم في حق دينا؟ لما يستغلها لما المجتمع يستغلها ويستغل نقطة الضعف اللي عندها. حد استغلك يستغل كتير؟ مين استغلك؟ طبعا. كتير يستغلوك كتير. ازاي؟ لما جيت قبل ما اشتغل رقاصة كنت يعني ما عنديش مكان، ما عنديش سكن، ما عندكيش حتة تقعدي فيها خلص. في القاهرة كنت قاعدة في الشارع، قعدت 4 شهور في الشارع، بمعنى كلمة في الشارع. يعني ايه؟ كنت بتباتي فين؟ في الشارع. فين في الشارع؟ في الشارع رصيف. انت كنت بتباتي على رصيف؟ يوم ما واحده صاحبتي تحل عليا مثلا واخد منها فلوس او انزل اوردر تصوير ب 200 جنيه ممكن ادخل اي كافيه اقعد فيه ساعتين عشان انام. في الكافيه كنت كان المكاتب الموديل بيستغلوا الناس او بيستغلوني. انا بتكلم عن نفسي. استغلوكي ازاي؟ عايزه اشتغل فاعمل لي ده عشان تشتغلي الغلط. فقولي مش هعمل بقى عادي مش هتشتغلي. فعلا كده مره واحده كده يعني ما فيش خشه ولا في اي حاجه دلوقتي؟ لا، كنت اسمع زمان ان الرجاله عندها لو لقوا بنت في الشارع يداروها. دلوقتي لا، ما شفتش ده، ما شفتش ان ممكن حد يلاقي واحده في الشارع. بالعكس، ما فيش حد واقف جنبك او حد بيدوس عليها. طب انت انا عارفه ان انت بيكون غريب خصوصا. انا عارفه ان انت اتجوزتي مره تانية. اتجوزت مره تانية. ما وقفش جنبك؟ طب اتجوزك ليه؟ مش هو اتجوزك وانت كنتي راقصه ساعتها؟ اتجوزني مره كنت راقصه. عرفك فين هناك؟ في نايت، في السهره. اه، في الكباريه. ولما جه طلب مني حاجه فقلت له لا للاسف انا مش عمري في حياتي بعمل كده. فقال لي هتجوزت. طيب اتجوزت. ما وقفش جنبك اللي اتجوزك ده؟ ال4 شهور اللي اتجوزته وقف جنبك. عشت. هو كان ايه؟ كان دكتور؟ دكتور في كليه الازهر. ياه. طب وبعدين ايه اللي حصل ما بينكم؟ ليه سبتوا بعض؟ نفس خانق برضه؟